وأقول للعاملين والموظفين العاملين بالخصوص، هو واحد خمسة عيد العمال العالمي، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير. محافظة بابل أيضا بصورة خاصة أقول إحنا الحمد لله هذه قضيناها سنين عيد العمال العالمي، لكن من بعد 2003 لحد الآن مع الأسف هذا المصطلح العامل مسلوبة حقوقه وإمكانياته وكفاءته مسلوبة، فمدى يأخذ استحقاقه بهذا اليوم العظيم؟ أنا عامل ماكو عيد العمال، ماكو بعد العمال، انتهى من السقوط لحد الآن ماكو بعد عيد العمال، انتهت عمال، وين عامل؟ هسه أنا عامل هنا بالسوق بالخبر، لا صار بيا شيء، مين يعطيني؟ لا رعاية عندنا، لا عندنا شيء، لا راتب، لا هاي، لا الحكومة تدير بالها على الفقير، هاي العمال كلها وينكم؟ قبل كان احتفالها صحيح، العام تسلم رواتب، تسلم شيء، شنو سنة من؟ شنو عيد العمال؟ وين عمال؟ ولا كين ولا هذا، من بحالنا احنا أصلا عيد العمال هنا؟ أنا عامل وغير عامل، لا رعاية عندنا، لا رواتب عندنا، كلش ما. هي قبل عيد العمال كان ياخذونا منا للحلة نروح نحتفل. من مصر ياخذونه قبل عمال المعامل تيجي من اسكندريه مثلا معمل الحرير غيره، فبعدين شو بهالوقت بعد لغت شنو سبب لغيها؟ لغيها هذول هالخونه، الخونه ما خلوا يعني فد شيء طعم بالعراق، ما خلونا طعم، لا خلونا طعم عامل، لا طعم موظف، لا طعم الحياه، هم ما هي حتى الحياه نهوها، هسه الانسان يمشي كانه ميت، كل شيء ماكو، يعني المواطن هو دايخ الحالة بدون لا ما يشعر اكو عيد. قبل نشعر اكو عيد، عيد العمال، عيد العمال كانت الأطقة جيبوا لنا سيارات ياخذون الحلة نروح نحتفل، اكو فد شيء يعني اسمه نظام، هسه ماكو نظام. والله نستقبل كل سنة احنا واحد ايار عيد العمال بالخير، والله صادف شهر الطاعة شهر الخير، هذا المفروض احنا يسألون علينا العمال، ما حد بحالنا يعني، احنا كل سنه شنو يذكرون عيد العمال، تجي زياده تجي ملابس، يعني هم الناس المفروض يعني هم بالنسبه لعيد العمال كل العمال طبقه فقيره وعايشين على الراتب هذا، هذا بالنسبه لي عامل وقاعد اجار، هذا اجار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامج صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشه الرافدين حتى نسمع ارائكم وتعليقاتكم في كل حلقه من حلقات البرنامج. بدايه اي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يتصل بينا على الارقام التاليه، عندكم الرقمين اللي تشوفوهم هنا اسفل الشاشه، لان تقدرون تتصلون بينا باي لحظه من لحظات البرنامج من خارج العراق، عندكم ذني ارقام اثنين للداخل تقدرون تتصلون بينا على اي واحد من هذني الرقمين، وايضا عندكم رقم الواتساب، رقم الواتساب هو ياته قدامكم، هذا الرقم مخصص فقط للرسائل النصية، أتمنى من الناس ما يزعلون علينا لأنه ما مخصص هذا الرقم لاستقبال أي مكالمة أو رسالة صوتية، فقط للرسائل المكتوبة، وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها في الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. تاريخ اليوم الأول من آيار 1/5، هذا التاريخ اللي العالم كله تحتفل به بعمالها، عمالها اللي عمال الأجور اليومية وعمال اللي يشتغلون خارج المؤسسات الحكومية، أي عامل داخل البلد هو عامل، هذا اليوم خلق إله أو هذا اليوم وجد إله، أن يكون عيد للعامل، أن يحصل على إجازة في هذا اليوم، أن يحصل على شيء، أن يحصل على منفعة، أن يحصل على فائدة في هذا اليوم، إلا في بلدنا الحبيب. يعني اليوم العمال الموجودين بالعراق ما عندهم عيد، إضافة إلى ذلك أنت عندك 40% من نسمات العراق هم عاطلين عن العمل، لما تتكلم عن 40% يعني ما يقدر بنصف الشعب، نصف الشعب أو أقل من نصف الشعب بنسبة بسيطة هم عاطلين عن العمل، وعمالك اللي موجودين داخل البلد لا دا يحصلون أجورهم ولا دا يحصلون حقوقهم ولا دا يقدرون يفرحون، بالمقابل انت عندك عمالة أجنبية مهولة بالبلد، ابن البلد قاعد بالبيت ما قادر يلقى وظيفة أو يلقى شغل، وتجيب لي واحد من دول جنوب شرق آسيا أو دول غرب آسيا من أي جنسية كانت، مع احترامي إلى كافة الجنسيات، لكن انت ما عندك اكتفاء ذاتي من العمال لدرجة انه تستقطب عمال أجانب،
ولا عندك رخاء معيشي عالي جدا بحيث انه اكو وظائف المواطن العراقي يترفع عن القيام بها. هاي النقطتين انت محروم من عدها، لانك في العراق اصلا، العراق المسلوب الخيرات، العراق المسلوب الإرادة، العراق المسلوب كل شيء نتيجة وجود بعض الكتل السياسية والأحزاب اللي دا تتحكم بهذا البلد بصورة أقل ما يقال عنها أنه مو غير صحيحة، غير صحية. فأنت اليوم عندك عمال ونسب بطالة عالية، اليوم عندك دا تنطي إقايم إلى أشخاص غير عراقيين على ضوء العمل، في وقت عندك شباب عراقيين يحتاجون هذا العمل بأمس، يعني شلون بأمس الحاجة لي راتب بسيط يوفر بي لقمة الأهل بيته. سؤال الحلقة اليوم، عيد العمال هذا اليوم اللي تحتفل به العالم كله بعمالها، عمالها اللي يبنون البلد، عمالها اللي يساعدون في الاستفادة من خيرات البلد، عمالها اللي يساعدون في تصدير منتجات البلد الوطنية إلى دول الخارج. عيد العمال بالعراق اليوم شو يمثل؟ عطوان من بغداد ويانا أول اتصال، حياك الله يا عطوان. أستاذ رمضان كريم أخوي العزيز، الله أكرم يا أخوي الغالي. أستاذ شلونك؟ نحمد الله على كل شيء. الرعاية الاجتماعية رحم الله تذكرني لها، الله يحفظها، أنا كل شيء ما أقول أستاذ. نعم الله يحفظك، الله يسلمك، رحم الله والديك، فكرت صوتي وصل، الله يحفظك. انت على الهواء مباشره وصوتك وصل اكيد. اي رحم الله استاذ، رحم الله والديك. احنا بالعيد ما فرحانين، بايام العاديه ما فرحانين، بعيد العمال ما فرحانين، الله شاهد. بعيد كل الدنيا ما فرحانه، عمري 60 سنه استاذ، الله يحفظك. نعم والله العظيم ما فرحانين بالعراق، صار 18 سنه نشدم، أنا بالنسبة لي أبكي دم والله 18 سنة، وقاعد بالإيجار وأموري ذاك، والحمد لله المشتكى لله والواحد القهار، وهذا الشهر ما يعود إلا بسنة، ما يقولون هذا شهر رمضان، شهر خير، هذا شهر طاعة. الله يحفظك أستاذ، الله يسلمك ويحفظك. نعم. يعني إحنا ميتين يا عمال أستاذ، الله يحفظك، عمال، كل واحد أربع رواتب، خمس رواتب، وأنا دينار ما بجيب ولا والله. زين، وانا عندي 8 جهاد وقاعد بالايجار واصبر ما اصبر والله يا استاذ، والله العظيم يعني هاي العالم ما يسمعوني يقولوا لهم هذا تعالوا، هذا عطوان خدم البلد ورحب بنفسه، والله انا خدمت ما خدمنا، يعني المفروض يخلوا لي تمثال ببغداد، الله شاهد استاذ، والله العظيم انا خلوا لي تمثال ببغداد. نعم بس ما حد يسمع، انا رجال كبير وعنده عمليه وحتى رحت لهذا والإعلام رعاية الاجتماعي، والله خلال الصورة قام يبكي خطية، والله يا الوزير، الوزير ما أعرف وين، والله العظيم يبكي دم خطية، هذا أستاذ نجم العقابي شو اسمه، والله الله يحفظه زين، وأخذ الورقة من عندي قال لي راح أروح الوزير، قال لي اقعد راح أخذ لك صورة بالموبايل مالك، والله أنا ما أعرف الفيلم شنو، أخذ هذه الصورة وراح، وراح 10 دقائق إجاني قلت له تفضل استاذ جمت له، قال لي والله الوزير بالاجتماع، وكل شيء ما اقول استاذ، والله بشي دم اني، والله شهور راح اتعدى عليه وراح اموت، يعني هاي الاذاعات ما تسمعني، ما يناشدونا، ما يطلعوني بالتلفزيون احكي، يعني ما اعرف شنو الفيلم، والله استاذ الله يحفظه، ولا انت وقت فيه والله، وهذا الشهر ان شاء الله خير وبركه عليكم وعلى الاذاعه مالتكم، واذاعتكم شريف والله شاهد، مو تملقا بها لا والله الله. ميت الله شاهد، وانتم مراعتكم الله ينصرها وينصركم وينصر الدنيا كلها. حياك وانا والله ابكي دم والله بدا استاذ والقران، زين وين شنو ما اعرف، يعني احرق نفسي ما اعرف، يعني انت حر اروح للجسور اذب نفسي بالشط والله القران، يعني ماكو يعني كوارث استاذ، والله كوارث بالعراق، يعني ما اعرف وين اطلع، يعني خدمت البلد من سنوات، انا بحرب ايران تابعت على هذا البلد، ويوم واحد ما عندي غياب والله، وعندي اثنين شهداء حرب ايران، وعندي خدمه 5 سنين يشرح من الخدمه العسكريه استاذ، والله خليها ببالك، عندي خدمه 5 سنين وعندي شهداء 2 يشرح من الخدمه العسكريه، والله انا 8 سنوات وعندي شهداء 2 درجه اولى، وطاهم بيوت وسيارات
ولا يزال يعطوهم رواتب لقوه الشهداء اثنين زين، وانا من ضمنهم وانا بقيت عايش. وثمان سنوات هدمت البلد وحاربت ايران وما خليت ايران اواد بالسريه، مين الذكر والعمير؟ مين الحريه؟ وهسه كل الدنيا تسمعني. زين انا بالميناء ورابين بالخساره 14 يوم بالميناء 14 يوم عدهم من عدي جاد عبالهم هارب انا. شنو معنى جاد من القياده القطريه؟ عمتم وين تحشون؟ انا خدمت البلد انا 14 يوم ميت و14 يوم عند اهلي. زين يا استاذ والله العظيم جد كان ماي حارس بالصيف احنا اربع نفرات نشرب بيه. والطياره من تجنن شو اقول لك؟ الشركه ثابت نار عليها. احنا عندنا مدفعيه وانا هاون انا اضرب تنوير 120 هاون هاون. نعم نعم. هم تحتي وهم مشات وهم قداح. يعني ثلاث صنوف عندي بالجيش. وهاي صوري ما جهت والله عندي. يعني ادوني تحيه اني، انا ليش هيك مهمل؟ يعني واللي ما عنده فلس بالعراق ما يسوى له فلس، استاذ الله يخليك يعني والله انا قلبي مكشوم. نعم. وين الطويل شو ما اعرف والله، استاذ التحيه خير مكاني. الله يحفظك ويحفظكم ان شاء الله. شكرا 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 لك اخ عطوان، ولا شكر على واجب هذا يعني واجب قناه الرافدين تجاه شعبها وتجاه بلدها. يعني معاناه الاخ عطوان هي معاناه شخص من ملايين الاشخاص اليوم بالعراق اللي يعانون نفس المعاناه، قد تزود وقد تنقص عن معاناه الاخ عطوان. كل هذه بسبب انه وجود بعض الاشخاص اللي يتحكمون بالبلد ويتحكمون في خيرات هذا البلد ودا يبوقون خيرات هذا البلد ودا تروح إلى جيوب بعض السياسيين. أكو منتفعين كثيرين لكن الحيتان الكبار هم معروفين بهذا البلد من 2003 لليوم. يعني معاناة عمال العراق اليوم مو بس أنه هم أكو بطالة عالية بسبب أنه أكو عمال أجنبية، لا، عندك كم هائل من المصانع العراقية متوقفة. والكل يتذكر وزير الصناعة الأسبق اللي طلع وقال أي وزير صناعة يجي إلى هذا المنصب في أي حكومة عراقية من 2003 إلى تاريخ الفيديو اللي ظهر به ذلك الوزير وإلى يومنا هذا أكيد، أي وزير يجي يقول له المصانع العراقية خط أحمر لا توصلهن ولا تفكر أنه تفكر تشغل مصنع أو تعيد مصنع للعمل أو تطور مصنع، لأنه هاي مو من صلاحياتك. إذا وزير الصناعة مو من صلاحياته يطور المصانع زين، المصانع هذني فلنفترض عندنا 10,000 مصنع وهي الأرقام أكثر بكثير من هذا الرقم، 10,000 مصنع كل مصنع يشيل لفد ألف، إذا مصانع كبرى شوفوا إيش قد راح توظف، إيش قد راح تستفاد منها، إيش قد راح تشغل ناس. انت اوكي راح تعطيهم رواتب للناس بس انت عندك مردود من هاي المصانع، وش قد راح تفيدك هاي المصانع في دعم المنتج المحلي، تقليل الاستيراد بحيث انه انت بدل ما تستورد مربى من برا انت تقدر تسويها بمصانعك، بدل ما تستورد تايرات عندك معمل بالديوانية، بدل ما تستورد تمور انت عندك نخيل وعندك معامل تمور كثيره. فانت بدل ما تستورد انت راح توفر اولا وظائف للناس، راح توفر منتج راح يجيك مدخول نتيجه تصدير هذا المنتج او يعني اعطاء المنتج الى المستهلك في الاسواق، بالاخير فلوس الاستيراد بجيبك وفلوس المنتج الاجنبي بجيبك ومنتجك قاعك تطيك اياه وانت بس ترتبه وتنظفه وتعلبه وتخليه بعلب جميله وتكتب عليه صنع في العراق وتطيه. عندك معمل ادويه، عندك معمل شوكليت، عندك معامل بسكت، عندك كثير من المعامل الموجوده اليوم بالعراق كلها واقفه. صالح مني نوا حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. هذول يدورون مصانع، هذول استاذ ما دور المصانع مال شيء يفيد الشعب. نعم. هذول دور المصانع يعني جندون حرس الثوري ولا الحين برقم 19، هذول قاعد يجندون
قاعد يدندون ايران، ايران بعد ركبت في العراق انتهت المصانع هذه راحت منه كلها تحولت سيئه. الطماطم السنه صارت ب 50 قاموا يربحونها بشوال، اخذنا نجحنا بشوال نبغى نعمل معجون بالموصل نعمل معجون ببغداد، يعني اذا ما في العراق سنتين هذا الطماطم انطشت هالسنه الفلاح قام يطشها. قسم بالله العظيم الله يشهد على الثاني والله والله هذا عيد يعني فوق ال 40 طن هاي لاقي حبل قاع وانت قعدت على الحديده وجحت بالبيت. هذول خلهم يجندون حرس الدوري ويربحونه فرصه 19 اجندوهم ودزوهم من جرف الصخر وقال هذول الدواعش. الدواعش صاروا الدواعش ما تقول الدواعش صاروا خاطر الله خلهم مربين حالهم حرس هم صغيرهم وكبيرهم لولي حيشه. هذول الساعه هم مستبقين بسقوط العراق يريدوا يسيطرون الساعه مسيطرين على كل المحافظات الله وخير داعنا امام الله وزير الصناعه وربحوا. هذول فلا يقدر يسوون فلا يقدر يحول له قطعه معجون فلا حد يقدر يحول له قطعه معجون التي تجي من ايران التعليمات. داعش لعبوا هذا اليوم اسبوع يصير جوال العراق خرج اي داعش داعش يقرب على دياله قاعد يقولون دياله من ضمن ايران خانقين من ضمن ايران سرباطي من ضمن ايران هذول ايش هم؟ اذا بجندونهم نل هذا قبل فتره واحد قال قسم بالله العظيم جو وزير جو وزير نايب قال من البرلمان تاي زور زرفة قال رجع احسن له يرجع رجع قال رجع بس انا على العدل قال فلا تعب رجع قال الله كل تدريب عنيف صواريخ الله كل شعيه راجمات هاونات صواريخ خاصه يطلعونهم من غادي هذول دواعش دواعش ما يجون الا من غادي هاي ترتيبات ترتيبات منهم احنا رحنا نفذ فلسطين لا تقول لي ولا اقول لك ما طول ما حد يقدر هذول ما يقدر يمونون مثل هذا برهم صار حتى الجمهوريه ما تعرف شو بيصير بهالشعب انت ما تشوف قاعد تصير بهالصخام انت شنو موقعتك وقاعد انت منطينا هذه كلها زمره 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 كل من يقول احط بجيبي ميليه زمره كل من يقول خلنا اكل واني ممنون منك وجزاك الله خير سلم. نعم شكرا شكرا اخ صالح. سعد من الكويت حياك الله. حياك الله والدنيا يا استاذ يا محترم. اولا اريد احكي واشارك يا استاذ. انت على الهواء مباشره تفضل اخوي. العمال بعيد العمال نهني العمال بعيد العمال وكذلك نتمنى صرف حقوقهم المشروعة والقانونية يا أستاذي من ناحية إنسانية وطنية. أيضا يا أستاذي بالنسبة للرافدين أنتم نشامة على الرأس والعين وكذلك أيضا يا أستاذي يا محترم يجب محاسبة الابتزاز والتجاوزات الغير قانونية يا أستاذي وكذلك نشكر الرافدين ونشكر أيضا الحدث العراقية بقيادة الدكتور عبد اللطيف المهيم وكذلك نشكر التغيير قناة التغيير. أخ سعد بس بلا زحمة أخ سعد أخ سعد أخ سعد أخ سعد إذا تسمعني إذا تسمعني أخ سعد لو سمحت يعني أنت على برنامج على قناة الرافدين أنت تشكر قنوات أخرى بس أنا يعني أثارت حفيظتي أنك تشكر قناة الحدث على شنو تشكرها؟ تشكرها أنه عبد اللطيف الهميم راح حط إيده بإيد إيران وباع خيرات الوقف السني كلها إلى الإيرانيين على شنو تشكرها؟ لا أصلا يا سيدي أنا أشكره لأن سابقا الحدث سابقا قناة الحدث لأنهم أتاحوا الفرصة للمواطنين لجموع المواطنين بحرية الرأي والتعبير عن أنفسهم هكذا أقول يا أستاذي. نعم شكرا لك. شكرا شكرا لك أخ سعد. يعني خلونا في جو البرنامج. إحنا جو البرنامج نتكلم فيه عن العمال. قضية المصانع العراقية خليني أعطيكم أرقام صادمة. تصريح النائب بالبرلمان العراقي رعد المقصوص يقول عدد المصانع بالعراق قبل 2003 178 ألف مصنع. مرتضى الصافي المتحدث باسم وزارة الصناعة والمعادن يقول المصانع نصين، أكو 285 معمل حكومي منها 85 معمل متعطل، هاي دا يحكي سنة 2008 وأنه لدى الوزارة على أساس بذاك الوقت خطة لتشغيل هاي المصانع. أما الصف الثاني 15726 معمل كلها متوقفة. يقول وراء 2003 تأسست 4418 معمل خاص ليصل مجموع المعامل إلى 20,144 معمل.
يقول الناطق باسم الصناعة، هناك 72,093 مشروع صناعي كلها متوقفة عن العمل، ووزارة التخطيط تقول بلغ عدد المنشآت الصناعية الكبيرة 1161 منشأة سنة 2018 وما بها أي منشأة تشتغل. وبتصريحات خلال حزيران الماضي وزير الصناعة الأسبق محمد دراجي يقول مخطط لتحطيم الصناعة العراقية بتنسيق وضغط من أطراف خارجية. وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بالبرلمان العراقي ندى شاكر جودة الحالة العراقية باللا تخطيط، وأكدت أنه عمل اللجنة في الوقت الحالي رقابي إرشادي تراقب بعض المشاريع والعقود وتتحرى زوايا الشبهة فيها، وتقول لا يتعدى عدد المشاريع الصناعية المسجلة في اتحاد الصناعات العراقية بالوقت الراهن كبيرة أم صغيرة عن 54,000، وذلك حسب رئيس الاتحاد علي الساعدي والذي يكشف في حديثه أن 90% من المشاريع المسجلة متوقف عن العمل و10% فقط تعمل وتنتج وليست بطاقتها الاستيعابية الكاملة. هذا تقرير موجود بتاريخ 29/11/2020 آخر تقرير عن الأرقام المذهلة بالصناعة العراقية. 172,000 معمل متوقف أو 178,000 معمل، 178,000 معمل، لو كل معمل يشيل 10 حسبوا شقد راح يشغل من أبناء الشعب العراقي ومن بنات الشعب العراقي. إذا نريد نذكر المعامل اللي كان العراق ينتج ويصدر منها إلى دول الخارج فهي كثيرة. اليوم ما عندنا أي تصدير إلى دول الخارج، عندنا وزارة صناعة فقط، عندنا وزير يستلم راتب وزير، عندنا مدراء عامين يستلمون رواتب مدراء عامين، وعندنا موظفين في وزارة الصناعة يستلمون رواتب موظفين في وزارة الصناعة، لكن لا وجود لوزارة الصناعة على أرض الواقع. محمد ويانا، حياك الله يا محمد. الله يسعدك أستاذ. هلا بيك أخوي. شلون صحة؟ نحمد الله على كل شيء. أخي إحنا من منطقة ربيعة. بالنسبة لربيعة هي الوريد الرسمي لتوفير المواد والمنتجات الزراعية، البطاطا، الطماطم. من يصير الموسم هذا؟ يعني من صار بداية الموسم أول ما ننتج يدمرون المنتج مالنا نهائيا الدولة. نعم. يعني احنا عندنا انتاج البطاطا وعندنا انتاج الطماطة وعندنا انتاج البصل وعندنا انتاج أشياء كثيرة احنا من منطقة ربيعة، ولكن هم الدولة تختصر يعني المواطن ضد المواطن ضد الفلاح الانتاج. نعم. استاذ بالنسبه لنا عشان احنا منطقه زراعيه، الكيماوي تاع الشكري اذن مثل من منطقه ربيعه ادخل على المزرعه ما يقبلون ادخلوا، يا رب ممنوع، ليش ممنوع اخوي؟ تعال وياي ازدته بالمزرعه قدامك وشوف بعينك انت. يعني ضد الفلاح وضد المواطن بالنسبه للدوله. وشكرا. شكرا شكرا اخ محمد. طبعا بالتاكيد هو الفلاح والمزارع هو عامل من عمال العراق، والفلاح ايضا يحتاج الى دعم من وزاره الزراعه او من الحكومه العراقيه في 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 توفير كافه سبل انجاح المنتج الزراعي العراقي. توفر له المفروض اسمده، وتوفر له المفروض مياه، وتوفر له المفروض مواد كيماويه ليستخدمها في القضاء على الافات اللي تواجه المحاصيل الزراعيه. كلها من شغل الحكومه العراقيه. يجب ان تكون هنالك خطه لدعم الفلاح، خطه لدعم المصانع، خطه لدعم المتاجر، خطه لدعم المنتج المحلي، خطه لدعم الاسعار في البلد. مو انت تروح تستورد لي ادويه وصيدليه عن صيدليه تختلف بسعر البيع، مو تروح تشتري لي منتجات من الخارج ومحل يبيعها بسعر المحل الآخر يبيعها بسعر، لأنه ما عندك رقابة. إضافة إلى أنه أنت أغلب اللي دا يستوردوه اليوم التجار يعني بكثير من المواد غير صالحة للاستخدام البشري. تعرفون أنتوا المنافذ الحدودية بها إيراد للدولة. كل دول العالم يعني تقريبا المنافذ الحدودية، إيرادات المنافذ الحدودية توصل تقريبا 20% من قيمة السلع المستوردة، إلا بالعراق 1.5 مدري 1.4%، زين الباقي 18.6 وين دا يروح؟ عبد الرزاق من باب الحياك الله. عبد الرزاق انقطع الاتصال ويا أعتذر منك، أتمنى ترجع لنا. أبو علاوي من السماوة حياك الله. الله يسعدك يا أخوي. ويساعدك يا اخوي. اللهم ربي يسر عليك. اقول لك الف محمد على والديك. نعم. يعني احنا طلبنا
احنا قلنا واحنا قبل ما سقوط هذا الكلب صدام احنا اتمني انا اتمنى خالد جعفري. خالد جعفري جانا يعني غير احنا ردناه. هذا بالنسبه للكاظمي اب حنين يعني احنا ترى متنا من الجوع ما عندنا شيء يعني كل شيء ما صبعت الدولار زايد واحنا عليه من نتقي عليه من غير نتقي الله وهو مو نائب حنين ما يصير هالشتي غير تنوع على الله يا اخوي ما متنا من الجوع ترى والله ما انتهينا فرقنا ابو علاوه بس اذا يمكن تنصي صوت التلفزيون حتى يكون صوتك اوضح. نعم اخويا اي هسه كان التلفزيون رحم الله ولا صار نعم اي اخوي والله قلت لك انا قلت لك هذا يعني تعال قلت لك انا ما يصير احنا بدنا نملي وخلي تنوع على الله هذا الكاظمي السيد الكاظمي احنا ردنا اب حنيون يعني علم اليمن الاستقرار غير استقرار الله وهو يعني وين نروح ترى ليش هو ابو علاوي السؤال الاهم هو بس الكاظمي اللي قاعد يدمر بالبلد؟ لا يا اخوي هواي هذول المسؤولين احنا نتسائل وياهم وكلهم نتسائل وياهم يا المسؤول اللي هو يقدر يسون الشعب هذا خليه يتنوع لنا يتنوع على الله ويتنوع لنا. نعم ما تدري مرات خبزه وما ناكلها والله ترى انتهينا في الذنوب عرفت شلون خلص والله ترى على الوجبه مالت الطحينه والنوب خبز وميه ماكو موت وهذا رمضان يعني خلي تنوعون لنا شويه تنوعون لله يتنوعون لنا. نعم ترى اكو والله بالمرصاد يعني ماكو ما يصير هالشكل احنا نتنوعكم نتنوع على الله ونتنوع على الدول المسؤولين يا اهل عده سلطه ويتنوع عنا يتنوع على الله ويتنوع عنا. نعم شو تقول انت بها؟ نعم شو تقول بها اخوي هاي؟ خلي بالك توصلون هذا كلامنا للسيد الكاظمي المسؤولين هذا شو نقول لهم ترى انتهينا يعني شايف لك واحد فطوره خبز وماي يعني تقبلون انتم هيك شيء؟ تدري احنا دموعنا تخر وي الخبزه ليش؟ ليش ما عندنا هذا احنا هذا نعمه الله العراق النفط غيره يعني شحنا وين نروح؟ نساعد نتنوع على الله نتنوع على الله نتنوع على الله نقول له يا رب العالمين انت بالمرصاد انت تتنوع عنا انت الحنين والكريم وهذا رمضان نرفع صوتنا لله وليكم بعد ما ما عندنا غير هاي بركة توصلون صوتنا للمسؤولين شو تقول انت يا وصل ان شاء الله وصل ان شاء الله ابو علاوي شكرا شكرا جزيلا لك. عبد الرزاق من بابل رجع لنا مره ثانيه حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم شلون استاذ اخر؟ عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا خيرا صدق الله العظيم. استاذ اخر عز وجل بارك للامم من خلال العقل واي بلد اي بلد نعم الا خلال جهود ابنائه الطبقه العامله مالته هي اللي اسم البلد مالتها لكنه للاسف احنا جاي نشوف الطبقه السياسيه تخذل ابن البلد وتخذل العماله من الخارج. نعم هذا خيانه استاذ هذا بال بال بال, بال بالقياسات والمعايير الوطنية هذا خيانة الوطن يعني أنت تفضل الأجنبي على ابن البلد وجاي نشوف اليوم الحق يمر بأزمة يعني أزمة يعني الأزمة الاقتصادية واليوم العراق الحاجة للعمل لكنه جاي نشوف السياسيين يبون العمالة الأجنبية ويفضلون على أبناء البلد الطابع أفل إذا بقت يعني شوف العراق ما له اي امل للتقدم على كلامي انت اليوم جاي تشوف العراق اليوم اهم بس العراق طلع من قائمه الدول بالتعليم يعني كان بالاخير اصلا طلع من المستويات العلميه العالميه للسنه الثانيه يعني على التوالي طبعا عبد الرزاق حتى تكون بالصوره. نعم نعم سابقا نعم لا هو ده اقول لك خرج من 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 سياقات الامم المتحده او من معايير التعليم في العالم للسنه الثانيه على التوالي مو اول مره. نعم مبروك مبروك هذا متجز الملك عادل عبد المهدي هذا مو متجز متجز بتخلف وتاخر البلد هذا المتجز مالكم للاسف الشديد يعني يعني ما شوف ما هو اي بارقه امل بوجود دوله ياسين الفارزين اللي يعني صراحه قبل فتره واحد من الميليشيات
يفتخر افغانستان طلعت الامريكا للامريكان. امريكا ما مستقصد طعم، لكن هذول الطلبان هم دمروا بلد تتمثل فيهم. ويعني شوف السفاله وشوف الحضاره قد قفل. هذا العراق، العراق التقدم، العراق الحضاره، العراق الثقافه. يجي واحد مخربط يتمثل بافغانستان وللاسف الشديد. فيا استاذ مثل دوله وامثالهم يعني صراحه الغيره العراقيه ما تقوم وبوشي العراق قدام. واتمنى للعراق كل الخير والسلام. شكرا لك اخ عبد الرزاق. بحسب اتحاد النقابات العماليه بالعراق انه الحكومه العراقيه اجبرت الكثير من العمال على التسول. ما بدي احكي فقط على هاي الحكومه، على مر السنين من 2003 الى اليوم، بسبب الاهمال المتعمد لهذه الشريحه التي تعد من اكبر شرائح المجتمع العراقي واكثرها مظلوميه. بينما يؤكد العمال ان العمل ان توفر في بعض الاحيان فان العائد منه لا يتناسب مع المجهود الذي يبذل له بسبب غياب فرص العمل وتسريح اعداد كبيره من العاملين في القطاع الخاص. طبعا احنا حكينا المعامل، وراح تقول لي هي بس المعامل؟ لا، عندك كثيرين من الكسبة أو اللي يشتغلون على بأعمال حرة، ودول حالهم حال الأجور اليومية. هذا اللي مثلا عامل البناء اللي يوقف في الساحات حتى ينتظر رزقته، أو السباك أو صباغ أو أي مهنة من المهن، وكلهم على رأسي من فوق مع احترامي للجميع. دول من صار السالفة جائحة كورونا حضر إلى قلة فلوس عند كثير من الشعب العراقي، وهم 40% تحت خط الفقر. فذولا أشغالهم همين تضررت، ذولا همين وقفوا عن عمل. بالمقابل مثل ما ذكر لنا الأخ عطوان، لا أكو رعاية اجتماعية، ولا أكو دولة تعطي مساعدات، ولا أكو شيء يخدم المواطن بحيث لما ما عنده رزق بيومه هذا يقدر يوفر لأهله لقمة. ابو ياسين من دياله، حياك الله. حياك الله اخي الغالي، وحيا الاستاذ المحترمين. حياك الله يا غالي. اخاف بالنسبه للتحال من الكويت دائما يطلب لنا واجد عمالته، يعني تحيي الهميم على شنو؟ سياده المنزل في ايران، لو شفت شهر سنه على اساس تقدم للمهدي ويكسر، وهذا الدول مع الاسف والله، انت افهم شنو الوضع بالعراق يا 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 اهلنا العرب. ولما واحد من دول الصلاه اللي لقيت من برا. اخي عفل بالنسبه لموضوع اليوم عيد العمال العالمي. نعم. طبعا اثر قرار رئيس الجمهوريه الراحل صدام حسين تغيير مهنه من درجه عامل لدرجه موظف اللي يتبعون للدوله. نعم. تكريما لهم للعمال، بعدين كانت الدوله العراقيه قامت تستورد عيد عامله للمشاريع اللي مزدانه بالعراق. اليوم لاقوا مشاريع كلها متركه. واليوم العمال كلها الاجانب، والعراق قاعد السفن قاعد على الرصيف، وما خلص من يتبعونه بالمفخخات اذا ما مصدر الطيران، واذا بالمدينه ولا بكذا مفخخات تقع له، ثم عمل ماكو، لو جيش لو حشد غير هذا ماكو. بعدين اسلم اني راح نذكر هذا مال موضوع الحشد وما حشد، مصدر البيت مو معيش الاف العوائل، مو بفله شقات سليمان ودار ايران. لو المعمل التبوغ العراقيه اللي بالحبيبيه، لو المعامل كل اللي وقفوا له المال مال البغرين، لو النسيج، لو التصنيع العسكري اللي هسه اتركوا عوف التصنيع العسكري، هو تصنيع مدني، ليش تستورد من برا من الصين وغير الصين؟ هم ناويين على تدمير العراق يا اخي عبد، هم ناويين على تدمير الابيض التحتيه للعراق، ما يخلوا به، شنو ذولا؟ مساقين من برا، ذولا يجون جابت المملكه وايران، ذولا يخدمون المشروع الاجنبي، هم يخدمون العراق. يعني شو سوى وزير الصناعه قاعد؟ مثل ما تفضلت وزير الصناعه الازرق عبد الدراجي، مو يتبع التيار الصدري، هذا بتجعجع بالتيار الصدري، يقول لسه وطني يحكي بالوطنيات، هذا مو قال وزيرك؟ يقول على الوزن لا يسوي صناعه عراقيه، قال ليش؟ قال حتى يستورد من برا، هذا هو بتجعجع بالتيار الصدري بالزعيم، وكل ناس تصير ورا عمارته، اخي هذا حال العراق هذا يبقى ما طلع السكوت. هذا شوف لا صناعة لا زراعة لا تجارة، والمفروض العامل يكمل الفلاح والفلاح يكمل العامل، ما فسع الفلاح كلها قاعدة لا تقول عمل، والعامل قاعد وما شاء الله تستاذ برا تلج وتبلغ وهالشغلات التعبانة، شوف حال الطماطم الأيام
كان يهربون للسعوديه، اكتفت السعوديه تتعود للحجيه اساس 20 يوم، نزلت الطماطم جوا 500 اساس صارت 1000 و4000 رجعت مره ثانيه، ليش؟ ما عندنا الزراعه ولا ارض السواد، كنا قبل كنا بالمدارس نردد الزراعه صرف دائم، نفط دائم، يعني الزراعه موازيه للنفط، ماشيين ما شاء الله بقى وقت معتمدين بس على النفط، وزعوا لنا رواتب باكر اذا لا الله لا قدر اذا راح النهار النفط هذا حال الاخوي يقتل الجوع في حالنا على الدوله فيها. زراعه ماكو وصناعه ماكو ما شاء الله على النبي المرجعيه العظمى الساسه كلها مال ال بيت الرسول، مال ال بيت الرسول هاي امكانيات طايره ولا تعيش الدول، وينها؟ احد يسال وينها؟ يقدر كانت تزاك الاوقاف السالة للوقف للوقف السني والوقف الشيعي كلهم سرات حراميه، وبمناسبه الوقف السني خلي سمع الساعات وقف سني ثق بالله العظيم اذا ما يقطع لي راس ما يتنصب، وزير الدفاع كذلك ورئيس البرلمان كذلك، فشلون مناصب اهل السنه؟ هذا حالهم هذول حتى يسمع شلون فصاعين السنه، ويبقى هذا حالنا ما طول اكو عمليه سياسيه باسه، فانا نشر الشعب العراقي الامتناع من الانتخابات، لا حد يقشركم ترى نفس الوجوه باقيه، نفس حتى سامع القناد الباقي، مقتدى وعماله وساميه والارجاء خميس الخنجر بالتالي، هذول ناس زبله قادرين على المله والاسلام، وتحياتي على الزفه. شكرا شكرا لك ابو ياسين. فقضيه العمال اليوم هي قضيه مؤلمه. يعني انت تحكي على شريحه واسعه من الشعب العراقي، شريحه واسعه من الشعب ما عندهم شغل، شريحة واسعة من الشعب تجي عليهم وتقول له اليوم عيدك، يقول لك يا عيد يا عيد وأنا ما قادر أوفر لك أهل بيتي، يا عيد وأنا إذا واحد من جهالي تمرض أحير بي شلون أعالجه، يا عيد وأنا ما عندي بيت، يا عيد وأنا هسه برمضان وراح يجيني عيد الفطر ولازم أفرح جهالي بعيد الفطر وأنا ما عندي الإمكانية أنه أفرح جهالي. بالمقابل عندنا سياسيين دا يتمتعون بملايين الدولارات. سؤالنا لهم تتحمل انك تعيش بالمردود المادي اللي دا يعيشه المواطن العراقي البسيط؟ حطيت نفسك في يوم من الايام في مكان هذا المواطن وفكرت انه هذا المواطن منين دا يجيب؟ فكرت انه هذا المواطن شلون دا ياكل، شلون دا يشرب، شلون دا يعيش، شلون دا يوفر، شلون دا يعطي الايجار، شلون دا يعطي العلاج، شلون دا يعطي مصاريف الدراسه الى اولاده، شلون دا يوفر علاج اهل بيته، هاي فكرت به لو لا؟ طبعا الجواب معروف، ما يحتاج اقعد ادور عليه يمنى ويسرى، لا، لانه السياسي اليوم يتمرض واحد من ولده يدزه برا مستشفيات العالم كلها تستقبله اليه، جوازه دبلوماسي يطلع بالوقت اللي عجبه، يسافر بالوقت اللي عجبه، ما حد يقدر يوقفه، لا خايف من ميليشيا، لا خايف من مكان، لا خايف من مساءله، لا خايف من جهه امنيه تجي تقول له انت منو او ايش عندك هنا او ايش عندك رايح او ايش عندك مسافر، وفلوس البلد كلها بجيبه، فمهامته. بالمقابل اكو فيديو قبل كم يوم ظهر على شاشه الرافدين، عائله تعرض بيتها للبيع لأنه ما عدا فلوس توفر فلوس عملية بالهند إلى واحد من أبنائها بالموصل، والجوارين لموا له مبلغ 70% أو 80% من المبلغ الكلي للعملية اللي هو محتاجها. المواطن العراقي اليوم عايش يطلع من البيت ما يعرف يرجع لو ما يرجع، وكلكم تتذكرون التفجير اللي صار بسوق البالة ساحة الطيران، كلكم تتذكرون ناس كسبوا وناس جاية تشتري، ويا ريت لو من محلات عالمية أو براندات عالمية، لا سوق بالة، اثنين مفخخين طبوا بنصهم كتلة وما كتلة ورجعوا. ما تعرف أنت ابنك يطلع يقول أريد حقي وأريد بلدي وأريد وطن يرجع لك لو لا؟ ومن يختطفوه ويطلع ابوه يقولهم اريد ابني، ما تعرف يرجع لك لو لا؟ تعرفون عليه من داعش علي جاسم. ابو زينب من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليك السلام والرحمه والاكرام. شلونكم وشلون كيفكم؟ نحمد الله على كل شيء. ابو زينب امي مواليد 57
الله يخليك اياها اذا هي عايشه ويرحمها برحمته الواسعه اذا هي في امانه رب العالمين. الله يبارك فيك ويسلمك ويحفظك من كل مكروه. الله يسلمك، تفضل. راح اقول لك على حكومتنا، راح اقول لك على حكومتنا، خلي يشيل الشعب العراقي كله. نعم. والله لا يظل معمل ولا يشتغل عامل ولا يشتغل فقير، والفقير ينتهي. وهاي رسالة من واحد أم الشعب العراقي. لا كم نسيج عندك في العراق، كم الدنيا كلها شقد عندك، كل الفقرة ينتهون من الجنوب للأخير. نعم. هاي رسالة، هاي رسالة، وأريدها دائما تطلعون تقولون هذا واحد أمي ما يعرف يقرأ ويكتب. إذا حكومتنا، أنا أقول لك بس اللي يعيشون البرلمان وأصدقاء البرلمان، طلع حتى الموظفين لا ما يطلع بس من تجاه البرلمان. نعم. البرلمان ماكو. قبل بنظام السابق اللي يطلع بنظام السابق كان قبل اللي الخريج من يكمل يحط حلو يروح المكلفيه يخلصها. انا ارجع على التعبير مالي شويه تحملني. نعم. يخلص المكلفيه، من يخلص المكلفيه ينجي الوظيفه مالته جاهزه. لو مدرس لو معلم لو كذا لو مهندس لو 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 نعم. لو دكتور. نعم. فحتى يا اخي بالله العظيم بالله وربان فلا يصير الحق وحالنا حاله الاهواج مع السلام. شكرا، شكرا لك ابو زينب. مشعل من البصره، حياك الله يا مشعل. الو اخي الكريم، شلونك؟ حياك الله اخويا، تفضل. اخويا تعلم ان السولف تعبنا الزكيه حكومه فاشله. الو وياك. اقول لك هي حكومه فاشله، يعني حتى لو تحكي، حتى لو هاي الساده والمراجع والعلماء والهاي كلهم مثل السيستاني ومقتدى وغيره كلهم خاطبوها وما سووا لها شيء. لكن هو شنو المشكله؟ المشكله بديل ماكو. يعني تعطينا بديل هل عن الحكومه هاي؟ ماكو بديل. الو وياك، وياك دا اسمعك. اي يعني مثل الشعب مثلا البديل، فبديل ماكو. يعني هسه قبل الحزب الشيوعي مثلا مثل حزب البعث مثلا وغيره، صح ولا لا؟ اما الان ما تعرف، يعني رايح الحابل بالنابل، ما تعرف اي مشكله. اخ مشعل، اخ مشعل، اخ مشعل، إيه؟ سؤال، سؤال، إيه؟ يعني انت تقول اليوم الحكومات ذني الموجودات الموجوده عفوا بالعراق واللي قاعده تحكم ماكو لها اي بديل. طيب سؤالي، يعني سؤالي اي لو لا، هاي الحكومه صح لو غلط؟ الحكومه من ساعتها الكرعات على قولتهم كلها غلط بغلط. طيب ما دام اذا هي كلها غلط بغلط، انت اوكي قلت لي ماكو لها اي بديل، يعني نعوفها؟ نتركها تنهب وتسرق وتخرب البلد وتقتل بأبناء البلد والعاطلين عن العمل يزيدون والأمية تزيد والفقر يزيد وهاي المصايب كلها ومستشفى تحترق يموتون بها فوق المية وما حد يدير لهم بال وعندك ميليشيات تقتل وتنهب بكيفها، يعني هاي كلها نعوفة لأنه ماكو بديل. أخي احنا شوف حكومة معنا هاي اول حاله. ثاني شيء يعني مثلا وزير التجاره، يعني هو تلقى وزير مثلا يعني عنده شهاده من تجاره، وزير الدفاع كذلك، هم احزاب، يعني احزاب متقسمين البلد. لكن انت تقول نقاتل، يعني شلون مثلا نقاتل هي؟ يعني شنو اللي بس جاوبني، يعني نقاتلها مثلا؟ قاتلناها على شنو مثلا؟ زين اخ مشعل، يعني 40 مليون نسمه بالعراق، قول بيهم مليون دول اللي مشاركين بالعمليه السياسيه يبقون 39 مليون. 39 مليون واحد بالعراق ما بيهم مجموعة يحكمون هذا البلد، بحيث انه احنا حكمنا انه ماكو بديل لهذولة؟ اي حطينا حزب، حطينا حزب، الحزب الفلاني الموجود مثلا حزب ديمقراطي، حزب امريكا بيها حزب ديمقراطي وبيها حزب غيره وبيها كذلك باقي الدول، عندك حزب مثلا معروف. اخ مشعل احنا ليش ندور حزب؟ اخ يعني احنا لازم نفكر بنفسنا، ليش نجيب واحد يقودنا؟ ليش نفكر الا حزب نتبعه؟ يلا يلا نقول هذا الحزب زين لو مو زين. يا اخي انت زين مو مثقف، شلون تقود نفسك انت؟ يعني انا اقود نفسي وتقود نفسك ولا تقود نفسك؟ شنو يعني مشايخ ملح شاير مثلا؟ بس ارد افتهم. مو اكو حزب يعني غير هاي راسل على عقب يقلب طاوله كلها. لكن حزب ماكو. نعم.
شكرا شكرا جزيلا لك اخ مشعل. كان مفروض تفوت ويانا ام سيف بس ام سيف اتصالها انقطع. اتمنى ترجعي لنا يا ام سيف. يعني السؤال اللي 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 يطرح نفسه هسه هنا اللي خلاني اخ مشعل افكر به. اخ مشعل تفكر انه الحكومات اللي موجوده بالعالم كلها هاي حكومات هي يعني من البدايه تكونت بهذه الصوره؟ لا. ما تتوقع انه الشعوب لها دور في تكوين هذه الحكومات؟ اي نعم. انت تقول لي اعطيني حزب حتى اروح اقول لك هذا حزب واتبعه واخليه يحكمني. ثورة العشرين، عروس ثورات العراق، ان وجدت بقيادة شيوخ عشائر. شيوخ العشائر هم ذولا اللي قادوا ثورة العشرين، لكن كانت ايديهم واحدة، كلمتهم متوحدة. هذا هو السر. ابو علي من المدائن حياك الله يا ابو علي. السلام عليكم، احييك واحيي هاي الاذاعه الكريمه المباركه. حياك الله، واتمنى تستعجل لي، عندي رسائل واتساب اريد اقراها. اقول الله يخليك اخي، هاي الحكومه ما تستصلح لهذا الشعب خلاص. دولة بلاء الله تقوم على هذا الشعب. الفقير وين يروح؟ بس الدفن. امان بالشعب ماكو، جربت الانتخابات صارت التفجيرات. طيب. والاعتقالات هسه على حزام بغداد بصوره عامه. نعم. المستشفيات حرق بيها وفساد بيها للهامه. نعم. ما يستصلح الشعب على هاي الحكومه اذا ما تصير انتفاضه. شلون ثوره العشرين ضد الفساد وضد ذولا؟ هم ذولا كفر عم، ذولا هو جابهم علينا. نعم نعم. شكرا 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 لك ابو علي. رسائل واتساب تقول السلام عليكم، انا اسمي جبار من الموصل، عمري 44 سنه، مصاب في زمن الامريكان، سويت معامله قبل 3 سنوات والحدث ماكو، اخذوا مني 47 ورقه وباقوا فلوسي المو نظيفين وماكو اي شيء. اتمنى ظهرون قصتي على شاشه التلفزيون. استاذ افل مساء الخير، ذيول ايران ما تقبل الصناعه او الزراعه العراقيه تنتعش، اهم شيء الفقيه ما يزعل. كيان من بغداد. مشاهدينا الكرام، كانت هاي رسائل واتساب اللي وصلتني، وايضا اشكر المتصلين وكل ما حاول يتصل بالبرنامج بس ما قدر يتصل بينا. بالختام مشاهدينا، اليوم عيد العمال، بس العمال العراقيين كلهم يجمعون ان هم ما عيدين، لانهم ماكو اصلا هم شيء يحسون ان هم عمال. الجواب دائما ما يكون عند حكومات اخ مشعل، الجواب دائما يكون عند الشعوب، والجواب يمكم انتم مو يمهم. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقه جديده من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.